مع كلام انا رحب بضيفنا عبر الهاتف رئيس جمعيه نحن الاستاذ محمد ايوب. استاذ محمد اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم، كيف الحال؟ ماشي الحال، يعطيكم الف عافيه. كمان رح نحكي معك عن يعني للاسف تقلص المساحات الخضراء في مدينه بيروت، وهي واحده من المشاكل اللي عم بتعاني منها صوره هذه المدينه وهذه العاصمه. كمان يمكن الشاطئ عم يعتدى عليه، كله في سبيل يمكن حرمان المواطن اللبناني من هالفسحات اللي عم يجي يستجمع فيها نفسه اذا صح التعبير لهالبلد. شو بنحكي عن هالملفات اللي من وقت لتاني بترجع تطفو الى السطح، وبنشوف انه مشاكل فيها ما عم تخلص. يعني نحن بنعرف من الستينات، مش بس هلا عن جديد، وخصوصا من وقت الحرب الاهليه وطلوع كثرت اذا بدك الاعتداءات على الاملاك العامه ان كانت بحريه او بريه. بتعرفي للاسف المساحات العامه والمشاعات خصوصا الكل حاطط عينه عليها، بما انه ما الى مالك خاص، يعني هي الملكه الدوله والناس، وبما انه ما حدا الوزارات مقصره بحمايتها، فالكل حاطط عينه عليها وبده ياخذها. هلا طبعا هي نوعين، بحريه وبريه، مثل ما كنت عم اقول. البريه نعطي مثل حرش بيروت اللي هو كان قبل الحرب 1,200,000 متر مربع، اليوم بعد الحرب صار 300,000 متر مربع، لانه جزء منه تعمر عليه، اول شيء تقسم باوتوستراديت، جزء منه صار فيه عليه مقابر، جزء منه صار فيه عليه مخافر، جزء منه تعمر عليه بعض المؤسسات الدينيه، وجزء منه اخذته مجموعات كشفيه كمان وعمرت عليه، مع انه هو بيرجع بقول املاك عامه. وكله هيدا، وفي مخافر وفي مدارس واعمال كشفيه تابعه لجمعيات الى اخره. فوصلنا لمحل من 1,200,000 متر مربع كان يملكها الشعب اللبناني ل 300,000 متر مربع. واليوم حتى ال 300,000 مربع تمام، العين عليهم اليوم، مستكترين علينا بالضبط. فجايين ينقلوا الملعب البلدي على حرش بيروت، وجايين يعمروا مستشفى ميداني بقلب حرش بيروت. هذا الواقع اذا عم نحكي عن المساحات العامه، واعطيت مثل واحد اللي هو حرش بيروت. طبعا مع العلم انه هذه المنطقه تعتبر تاسعه، يعني ممنوع اي نوع من البناء عليها، وتعتبر حسب الخطه الشامله لترتيب الاراضي اللبنانيه اللي اقرها مجلس الوزراء بال 2009 انه هذه مفترض تكون محميه طبيعيه، وهي اليوم المتنفس الوحيد لاهالي بيروت. فبلا ما نيجي نشيل كل الاعتداءات عليها، وبلا ما نيجي نمنع اي مشروع عليها لانه ما عاد عندنا متنفس غيرها، جايين عم نشرع الاعتداءات من خلال تغيير القوانين، وجايين نجيب مشاريع بطون على قلب هذه الأحراش. نعم، المجتمع المدني اليوم والجمعيات قديه بعد قادرة عن جد يمكن تواجه هالحيتان إذا صح التعبير اللي هي مستشرسة في سبيل وضع يدها وإن بشكل غير قانوني وغير إنساني على هالمجتمع اللي عام. عم بيكون في يعني يمكن محاولات للصد، ولكن قديه عم تنجح وقديه ممكن تستمر كمان بظل وجود يعني تحايل على القانون في ناس من قلب الدولة عم تساعد وعم بتسهل، يعني كيف بده يكون الحراك على الأرض بهالحالة؟ أنا لقالي بالنهاية ما في مجال إلا ما نسترجعهم بالنهاية، ولكن أكيد نحن يعني في صعوبات قدامنا، في تحديات، في سلطة مش كلها طبعا، ولكن السلطه اليوم بتشرع للسرقه اذا بدك، يعني بتعملها بتقوننها اذا بدك. يعني بعطي مثل، الشاطئ بيروت خصوصا على امتداد 12 كيلومتر كان ممنوع اي نوع من البناء عليه، اذا طلعوا كذا مرسوم ليغيروا هذا الشيء. وبمحلات ما لما اوننوا الاشغال على الاملاك العامه البحريه، بمحلات ما كان ما قادرين، لانه في اشياء ما القانون يعني بتعرف بيحترم الملكيه الفرديه، في ناس كانت مالكه لما باعت كانت حاطه شرط منع البناء، ولانه ممنوع محطوط اشارات منع البناء فما في حدا يغيرهم الا هن، وهن توفوا يعني الله يرحمهم، وما عاد حدا قادر يغير. فبيجي المحافظ السابق بيشيل الاشارات عن هيدي بشكل غير قانوني، وبما انه خلصت مهله الطعن فاصبح واقع اليوم انه فيني عمله. فاللي عم حاول اقوله اليوم، عندما السلطه بتشرع للاعتداء، بعدين لما تشريعها لا يكفي بصير في تزوير.
وطبعا هن يستغلوا اذا بدك انه الناس ما معها خبر، ويستغلوا انه ما في شفافيه وانه القرارات لا تعلن كرمال هيك. هلا هل ممكن الصد هون؟ انا بدي اقول طبعا هو ممكن. اذا بدنا نطلع من 5 سنين، من خمس قبل 5 سنين ما كان حدا يحكي مساحات عامه، ما حدا كان يحكي املاك عامه بحريه. هلا بنعمل جوجل بتلاقي ما حدا كان يحكي. من 5 سنين لهلا لما الانتخابات البلديه معظم اللي ترشحوا على الانتخابات البلديه اللوائح حطت المساحات العامه ضمن اجندتها. اليوم التلفزيونات كلها والاذاعات والوسائل الاعلاميه كلها تتحرك من المساحات العامه. اليوم حتى الاحزاب السياسيه والجمعيات حطت على اجندتها موضوع المساحات العامه. اذا خلينا نشوف اذا بدك الايجابيه، لانه اذا ما نشوف السلبيه بنحبط. الايجابيه انه اليوم في راي عام بموضوع المساحات العامه، وانه ما عاد شيء يمرق بهالسهوله اللي كان يمرق قبل، وهذا يؤسس اذا بدك لا عقلية جديدة ولا ناس مفترض يوصلوا على السلطة عندهم نظرة مختلفة ويراجعوا المساحات العامة. ويجي التغيير معهم. صحيح. على أمل أنه نوصل لهالمرحلة. على الأقل مش أيام لعيام، يمكن الأجيال اللي جاي إن شاء الله عيام لعيام شيء بيستاهل. شكرا أستاذ محمد أيوب رئيس جمعية نحن، يعطيكم ألف عافية. الله يخليكي، شكرا لكم.